هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة شمال سيناء. فيها أعلنت إدارة شؤون البيئة بالمحافظة انطلاق موسم الصيد. في الوادي الجديد تم توقيع عقود مشروعات تنمية القرية بالخارجة. كمان أعلنت محافظة الغربية الموافقة على النزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية. وفي دمياط تم افتتاح معارض أهلا رمضان بمدن دمياط مدارس بقى. خليها أهلا مدارس. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في محافظة شمال سيناء أعلنت إدارة شؤون البيئة بالمحافظة انطلاق موسم صيد السمان والشرشير الصيفي على سواحل المحافظة واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في ممارسة الصيد. ومن المقرر أن يتواصل موسم الصيد حتى 15 نوفمبر المقبل، ويتاح لجميع المواطنين ممارسة الصيد بعد تقديم طلبات الترخيص لمجالس المدن التابعة لهم وسداد الرسوم المقررة. أعلن مركز مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد توقيع عقود مشروعات تنمية القرية التابعة لصندوق التنمية المحلية في إطار دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر في قرى العبور وقرى ناصر الثورة وقرى المستقبل وقرى صنعاء. وده في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة في القرى التابعة لمركز مدينة الخارجة لتمكين الشباب وتحسين الدخل الأسري. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المشروعات 175,000 جنيه. أعلنت محافظة الغربية الموافقة على نزول بدرجات القبول في بعض المدارس الفنية للعام 2024-2025 لاستكمال الكثافات الطلابية بعدد من المدارس بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة. وده وفقاً لأعداد المتقدمين بهدف استكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على مستقبل التعليم للطلاب. افتتحت محافظة دمياط معارض أهلاً مدارس بمدن دمياط وفرسكور وكفر البطيخ بالتنسيق بين مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية، وبتضم جميع المستلزمات الدراسية من زي مدرسي وأدوات كتابية وكتب خارجية وشنط مدرسية بنسب خصم من 15% لـ35%، وده مع تواجد كافة المستلزمات بجودة عالية. ومن المقرر أن يتم افتتاح معارض أهلاً بالمدارس بجميع مدن المحافظة لتوفير المستلزمات الدراسية بجودة عالية وأسعار مناسبة بكافة المناطق للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور. أعلنت مديرية الصحة ببني سويف أن إدارة القوافل قامت بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بمركز أهناسيا مكونة من 10 عيادات في 9 تخصصات. هي البطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، الرمد والعظام، وضمن إجراءات وقائية مشددة. وتم الكشف على 2001 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه غداً الأربعاء عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصلحة وميت خاقان من الساعة 10 الصبح وحتى الساعة 2 الظهر من نفس اليوم، وده لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة. في محافظة كفر الشيخ نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية التضامن معرض ملابس لدعم 300 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً في 17 قرية بمركز الحمول بمحافظة كفر الشيخ. وده في إطار حرص الدولة على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظة.